طيب ننحي بقى هذا الملف جانبا، ملف فيروس سي، وخلونا نروح بقى لموضوع تاني، موضوع الساعه. كل ما بقعد مع حد وبتكلم مع حد ما بنتكلمش غير عنه، ايه هو؟ الدولار. طيب كلنا اتكلمنا وكلنا اتفقنا وكلنا عارفين ان اسعار السلع في مصر غليت بسبب ان الدولار مش تضاعف بقى، يعني ضرب في 3. متفقين؟ متفقين. طيب موضوع الساعة دلوقتي الدولار وانخفاضه. الدولار على مدار الأيام اللي فاتت دي نزل في حدود 3-4 جنيه تقريبا يعني، تمام؟ ده من قيمته. عايز اقول لكم هو بعد قرار التعويم فضل ماسك كده فتره كده على سعر يوم 3/11 اللي فات، احنا كلنا فاكرين اليوم الغريب ده. بس عايز اقول لكم مؤشرات الدوليه بتزيد الامل في تعافي الجنيه من جديد. في وكاله اسمها وكاله بلومبرج، دي وكاله اخباريه بس هي اقتصاديه اكتر، قالت ان قيمه الجنيه المصري ارتفع بنسبه 16% خلال الشهر الحالي اللي احنا موجودين فيه ده، وانه حقق افضل اداء ما بين 154 عمله عالميه. طب بسم الله ما شاء الله، ده مؤشر جميل جدا. كمان اشارت الوكاله ان هو رغم ان مصر لسه بتعاني من نقص في احتياجاتها من الدولار، الا ان الوضع ابتدى ياخد تحسن كبير والمستثمرين ابتدوا يرجعوا تدريجيا لمصر. ده كلام برضو كويس وبيشجع لحال الاقتصاد المصري، بس وبيشجع الجنيه كمان انه يقوم. بس الاهم بقى ده الكلام ده كله بره مصر بقى، والناس بتحلل بقى وارتفاع نسبه الدولار الجنيه المصري 16% وتعافي الاقتصاد، كلام زي الفل، كلام كله زي الفل. انا بقى اللي يفرق معايا ايه؟ يفرق معايا حاجه واحده، المواطن المصري البسيط الغلبان اللي اتكوى بنار الاسعار الغاليه، وده بسبب الدولار وانعكاس سعر الدولار على الاسعار اللي موجوده في السوق المصري. طيب هل بقى لما انخفض الدولار ده هتنخفض السلع معاه ولا لا؟ في ناس بتقول لك لا، ده اللي بيغلى في مصر ما بيرخص. طيب دكتوره يمنى الحمائي استاذه الاقتصاد بجامعه عين شمس، صباح الخير يا دكتوره يمنى. اهلا، صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره يمنى. الحاجة اللي بتغلى في مصر ما بترخص، ده بجد؟ والله شوف انطباعات الناس، انه لما الناس تقول ان الحاجة اللي بتغلى ما بترخص، ده معناه ان مفيش ضبط للأسواق. نعم. وده يعني فعلا احنا كلنا كمستهلكين لامسينه، لانه فعلا انه في كل مجموعة من الانتاج فيه هتبص تلاقي حد اسمه البرايس ميتر، اللي هو اللي بيصنع السعر في هذا المكون او المنتج. نعم. وبالتالي هي دي بقى المشكله اللي لازم انه يكون الشاغل ليه، وان شاء الله الوزاره الجديده بعد تشكيلها وبنتمنى لهم التوفيق. نعم. هل هي بوزير يا فندم ولا بالجهاز التنفيذي؟ اصل ما الجهاز التنفيذي اللي على الارض هو ما اتغيرش. ما هو بالظبط، ما هو الجهاز التنفيذي ده مين اللي بيرأسه؟ اللي بيرأسه وزراء اصلا، وفي رؤية المفروض تتحط من رئيس مجلس الوزراء بواسطة الوزراء. نعم. يعني لما نيجي نحلل طبيعة الأسواق في مصر هنلاقي ان احنا اتكلمنا كتير جدا بما فيهم مجلس النواب عن ان جهاز حماية المنافسة مع الممارسات الاحتكارية يعني لا يقوم بدوره على الوجه الامثل نتيجه التشريع بتاعه، نتيجه ان هو ما عندوش الكفاءه المؤسسيه من حيث العدد من الناس. يعني رئيسه الجهاز تتحدث كثيرا عن هذا. ايضا لما نتكلم عن جهاز حمايه المستهلك، وفي تعديل دلوقتي تشريعي على القانون، لكن قدام كده كمان عندنا اكبر مشكله يعني الحقيقه بتؤثر، هو ان انا ما عنديش معيار احسب على اساسه السعر ده سعر عادل ولا غير عادل. هنا برضو يعني يا فندم، يعني انا قبل المعيار ده انا عايز اوصل لده، بس انا عايز امسك في الحته التنفيذيه الاول يا فندم. هل احنا عندنا نظام تقييم الاداء مطبق في مصر ولا لا؟ علشان يبقى عندي بالانس سكور كارد موجود، ان انا اقدر اقول ان هذا الجهاز بيشتغل فعلا على الارض ولا لا.
هو لما نيجي نقول نقيم الأداء، لازم نقيم الأداء في الإطار نفسه بتاع الإطار التشريعي، إيه الوظائف والمهام بتاعته، وهل هي كافية ولا لا. يعني لما نيجي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحنا هذا القانون كان يعني له قصص كثيرة في مجلس النواب، وأنا كنت عضو في مجلس الشورى لمدة 12 سنة. لما عرض كان لنا تعليقات فيما يتعلق بما هي واقعة الاحتكار كيف تنشأ. يعني احنا عندنا في القانون بتاعنا لازم يتم الإبلاغ عن المحتكر، وهناك قواعد وشروط حتى تتحقق. ولكن في مثلا قوانين كثيرة زي الأنتي تراست في الأمريكي، القانون الأمريكي، أول ما المنتج عنده حصة في السوق تساوي تعدي أو توصل ل30%، يبقى تحت التتبع. يعني تحت التتبع يعني من غير ما حد يشتكي ولا أوتوماتيكلي. بالظبط، يبقى في مراقبة، لأنه ما فيش ملاك هيبقى عنده حصة كبيرة في السوق ومش هيمارس ممارسات احتكارية. صحيح. فأنا بتوقع على طول إن أنا يبقى في ممارسات احتكارية، وبالتالي ببتدي اتتبعه عشان اطمن هل هناك ممارسة احتكارية ولا لا. وهو نفسه عارف ان هو بمجرد ان هو يبلغ الحد ل 30% من نسبة السوق، ان هو بالتالي هيكون مراقب، هيبقى تحت الرقابة. هنا بقى النقطة المهمة جدا، يعني احنا واحنا بنشتغل في الدراسات الميدانية يا استاذ احمد في كثير من المجالات، يعني مثلا في صناعة الدواجن، في اللحوم، في مثلا في الملابس الجاهزة، يعني عندنا دراسات احنا كاقتصاديين ميدانية. كل ما نيجي نعمل تبع لنظم التكاليف في كل قطاع من هذه القطاعات، نجد ان هناك شخص او مصنع هو المسيطر على صنع السعر. يعني في الدواجن هتلاقيهم عدد محدود من الناس هم اللي بيتحكموا في صنع السعر. ليه؟ لانهم بيمتلكوا كل كل العناصر، يعني في ايديهم الامصال وفي ايديهم العلف وفي ايديهم كل، هم اللي بينتجوا كل ده، وبالتالي قادرين انهم يتحكموا في كل العناصر، وبالتالي بيؤثروا على السعر. دي موجوده في كل قطاع في مصر. فالقضية هي قضية ضبط الأسواق في مصر، بتحتاج لجهد كبير جدا، وبتحتاج ان احنا نعمل تغيير في الآليات المؤسسية، لانه لما يكون الكلام ده بيحصل يبقى ده معناه ان لا في غرف تجارية بتشتغل بكفاءة، ولا في اتحادات مستثمرين بتشتغل بكفاءة، يبقى العملية بتبقى في ايد عدد محدود من الناس هم اللي بيأثروا على السعر. طيب الغرف هنا دورها ايه يا فندم؟ يعني لو انا هتكلم دلوقتي عن الضمير، يعني عايز برضو احط كده مفيش. لا بص، انا مختلفة مع حضرتك في حتة الضمير دي خالص. شوف، مفيش اي اقتصاد بيعتمد على انك بتعتمد على ضمير الناس، دي مش موجودة. على الرغم بقى من المشكلة الأساسية إن احنا الدين الإسلامي بتاعنا أساسه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وهناك أحاديث كثيرة على المحتكرين، وإن هم يعني إن دي تعتبر مخالفة لقواعد الإسلام بشكل كبير. ولكن مفيش أي اقتصاد بيعتمد على الضمير، الضمير والأخلاقيات اللي بتتصرف في الناس. لازم تحط قانون وتطبقه، مش بس كمان القانون. يعني احنا عندنا في مصر عندنا مشكلة كبيرة جدا، ان احنا عندنا قوانين كثيرة لكنها على أرض الواقع غير مفعلة. صحيح. هنا احنا عندنا لازم أحد المبادئ الأساسية اللي نشتغل عليها كويس سيادة القانون، وإن القانون يطبق على الجميع. طيب الكلام ده يا دكتورة على المدى البعيد، أو مع تغيير ثقافة، أو مع تغيير فكر، أو مع وجود استراتيجية، الكلام ده كله. أنا بتكلم على النهاردة، المواطن المصري تعبان اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وسامع الدكتورة يمن. يا دكتورة، هل أسعار السوق هتتغير في الفترة الوجيزة بعد انخفاض سعر الدولار، والناس كلها كل ما بروح أشتري أي حاجة في أي حتة ليه كده يقول لي أصل الدولار، ليه كده أصل الدولار، طب الدولار نزل أهو، هل هينزل؟ ده كلام جميل. لازم بقى هو دلوقتي بالعلم وبالمنطق إن الدولار لما ينزل يبقى المفروض إنه في خلال بالكثير شهرين أو ثلاثة تبتدي الأسعار تنزل، إن الناس اللي هي بتبيع دلوقتي بستوك كانت شارية المنتجات بتاعتها في ظل ارتفاع سعر الدولار والدولار الجمركي. وإن هو السؤال الجوهري بقى يا أستاذ أحمد، هو لما حصل التعويم تمام؟ نعم.
الاسعار ارتفعت كام يوم، مش الناس أيوه. دول كانوا مش مثلا مش مثلا شهرين ثلاثه قبل كده بالظبط. ما هي دي بقى القصه، هي القصه ايه؟ القصه ان احنا دي اللي بتقول لك ان ما فيش ضغط للسوق، يعني بمعنى عشان كده يمكن احد التعديلات التشريعيه المهمه اللي جايه هي ان انا لو انا حطيت السعر على العبوه اللي انا ببيعها لازم التزم بالسعر ده، لان السعر ده اتحط في ظروف ايه؟ في ظروف تكاليف معينه. تاني كده يا دكتوره معلش، لو حطيت يعني السعر على العبوه لازم التزم بالسعر اللي موجود. ايوه، يعني انا النهارده تعالى احنا كلنا مستهلكين، احنا بيبقى محطوط سعر على العبوه ونيجي نلاقي. طب يا دكتوره انا في فيديو، انا في فيديو معايا يا ريت بس استاذ اسامه تنزله. كنت انا شخصيا هينزل صوت وصوره. كنت انا بحب اعمل بحث كده، بنزل الاسواق بقعد كده في كام سوبر ماركت كبير اقعد ادور على اسعار الحاجه. فلقيت واحده ست قالت لي تعالى يا استاذ احمد بعد اذنك بص كده شوف ال 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 الزيت ده، تعالوا نشوف ايه اللي حصل. خليكي معانا يا دكتوره يوم، اتفضلي. صورني. 8 جنيه وربع، 17 جنيه وربع اهي، 8 جنيه وربع اهي. راحت عايزاه يعني. بس حضرتك بعد اذنك عارف ان مجالنا المياه التصنيف فيها مش من حقك تصور، بعد اذن حضرتك بذوق يعني. اوكي. تمام؟ ماشي. تمام. اليوم ساعتك يا رب. الحمد لله. ايه يا شباب؟ 17 جنيه وربع. كان العلبة مكتوب عليها 8 جنيه وربع، حملت بأمر الشعب. ومرة واحدة يتغير هذا الباركود من 8 جنيه وربع ل 17 جنيه وربع. الست الغلبانة قالت لي يا أستاذ أحمد بعد إذنك العلبة مكتوب عليها 8 وربع، وأنا لما رحت عند الكاشير لقيتها ب 17 جنيه وربع. ده أنا وصفه بإيه يا دكتورة؟ بتكلم لو في أي بلد في العالم منها بريطانيا مثلا، لو ده حصل بيحاسب حساب عسير اللي بيبيع المنتج ده. ليه بيحاسب حساب عسير؟ لان هو حسب تكلفته على اسس معينه. لما حتى القانون اللي اتغير، يعني لو في قانون اتغير غير معايير التكلفه رفع السعر، المنتج اللي هو حاطه ده وحاطط عليه السعر هو حسبه بالمعايير القديمه، وبالتالي لازم يفضل يبيعه بالمعايير القديمه لغايه ما يبتدي يتحمل التكلفه المرتفعه، يبتدي يحط بقى السعر الجديد بعد التكلفه المرتفعه. فدي صحيح. تعتبر اللي حصل هنا دي تعتبر مخالفه، وهو ده المقصود بضبط الاسواق ووضع معايير يعني عشان نقدر نحمي المستهلك، ده اساس حمايه. طب ده شغل مين بقى يا فندم؟ يعني انا لما انا اعلامي ده جهاز حمايه المستهلك. نعم، ده جهاز حمايه المستهلك، لكن في نفس الوقت مع جهاز حمايه المستهلك احنا محتاجين كمان ان نفعل من دور جهاز منع حمايه المنافسه ومنع الممارسات. يعني هو المفروض على فكره في كل دول العالم اسمه منع الاحتكار، لكن احنا عندنا اسمه منع الممارسات الاحتكاريه. عشان ايه؟ ندي فرص بقى ايه مرونه كده عشان خاطر ايه اللي هو عايز يحتكر. فدي حاجه. الحاجه الاهم بقى يا استاذ احمد ان احنا النقطه المهمه جدا، احنا محتاجين ان احنا نعمل ما يطلق عليه بالبرودكشن اندكس. ايه هو البرودكشن اندكس؟ وده مسؤوليه الجهاز المركزي للاستعداد العامه والاحصاء، ان احنا نطلع لكل منتج في مصر مؤشر للانتاج يحدد تكلفه الانتاج وتخرج من المصنع بكام لغايه ما بيوصل الى المستهلك. ده مهم جدا عشان هو ده المعيار يعني اللي أنا يعني عليه. تسعيره استرشاديه. بالظبط بالظبط. يعني هي بتبقى هي مش تسعيره، ولكن هي ان انا اعرف تكاليف انتاجي ايه، ويعني مثلا يعني في المثال المشهور ان الفلاح لما بيبيع الفاكهه والخضار بيبيعها بسعر منخفض جدا جدا، على ما بتوصل الاسواق بتبقى بس حضرتك كده هتحددي هامش الربح الخاص بالشركات و لا انا ما بحددش هامش الربح، انا بسيب برضه هامش الربح للعرض والطلب، ولكن انا بيبقى عندي مؤشر اقدر اشوف ممارسات المنتجين ومدى احتكارهم. يعني مثلا لما اشوف في حلقه من الحلقات ان في فرق كبير يبقى الحلقه دي
الموزعين بتوعها هم السبب في ان الاسعار تعلى قوي كده، وبالتالي اقدر اضبط ايقاع السوق يعني، لكن دون تدخل في العرض والطلب، لان انا اقتصاد سوق ولازم افضل اتكلم ان انا اقتصاد سوق. صحيح. دكتوره يمنى، انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، كلام محترم جدا، واتمنى ان يكون في حد قادر يسمع الكلام ده ويطبقه على ارض الواقع. ليه؟ لان احنا فعلا مش مستحملين.